هو انت مش قلت لي بصراحه شديده يعني الهدف اللي كان في مباراه الاهلي وفاركو ما فيهوش تسلل، وحضرتك رسمت لي خط وقلت لي انه ما فيهوش تسلل. حصل كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام امبارح قال لي ما فيهاش اي تسلل، والكابتن محمود عاشور ادار مباراه جيده وما كانش فيه اي مشاكل، ولما شفنا الحاله في من غرفه الفار تاكدنا ان هي ما كانش فيها اي خطا. هل حضرتك تتراجع عن رايك؟ لا لا، ما هو رايه ووجهه نظره تحترم، لكن في الاخر الهدف سليم مليون الميه، ما فيش فيه اي تراجع باي حال من الاحوال. النهارده على ما اعتقد رئيس لجنه الحكام الجديد النهارده شاف اللعبه واتكلم مع مسؤول الفار في الاتحاد المصري واكد ان الهدف سليم. لا لحظه، انا بقول لحضرتك النهارده دي معلومه، دي يعني معلومه من داخل من كواليس لا لا، حضرتك بتقول لي اعتقد، لكن لو انت بتحكي ده معلومه. انا بقول لك يعني الهدف سليم، الهدف بس. وكلاتنبرج قال ان هو سليم، قال ان هو سليم، فبالتالي الهدف سليم. احنا بنتكلم، احنا مش يعني القصه كلها مش مشكله انت تخطا، المشكله عشان تبدا صح، عشان تبني صح لازم تعرف تعترف بخطأك الاول عشان تبني في اللي جاي. احنا خلاص الخطا حصل، دي وقتها الكوره وقتها الخطا حصل. احنا بص مش هنجادل في خطا، لكن بدايه النجاح وبدايه التطوير ان انت تعترف بالخطا عشان تبني عليه، وبالتالي الهدف سليم. احنا مش ملناش مصلحه يعني في الاخر. بس كابتن عصام امبارح قال لي انه احنا عندنا الحاله وعايزين نطلعها للجمهور كمان، وفي ناس قالوا انه الكاميرات او الصوره اللي بتبقى في غرفه الفار غير الصوره اللي احنا بنشوفها، احنا بنشوف صوره هنا اقل من الصوره اللي بيشوفوها في غرفه الفار، ممكن ده يفرق؟ اذا طلعت حاله في الدوري المصري لفرقه من الفرق مضطر تطلع كل الحالات طول الدوري. يعني انت رافض اصلا الفكره؟ لا، ما لو هتطلع من الاول الكل بقى. لا اتفق معاك، عشان انا اتكلمت مع كابتن عصام امبارح وقلت له انا بصراحه ما شفتش ده بيحصل في اي حته في العالم، بس عشان انت هتعمل حاله جدل ان كل فريق من حقه بعد كده هيقول لك لا طب وريني. يعني جلاتنبرج لما جه قال هنعرض اللي بيحصل في غرفه الفار من الموسم الجديد، لو عرض ده من البدايه هيعرض للكل، وبالتالي هيبقى حاله على الكل. صحيح، ودي العداله، ما العداله تبقى على الكل. صحيح، لكن لو مش هتعرض ما تعرضش للكل، فاشمعنى دي هنعرضها والقبل كده في حالات؟ هل في سوابق عالميا؟ ما اعتقدش ما تعتقدش. ما اعتقدش ان ده حصل يعني. ما اعتقدش خالص. تتوقع نجاح جلاتنبرج؟